فأما أوقات الضرورة والتضييق، ذا كيف كاع التفاصيل أوقات الضرورة. أولا لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقتها الضروري إلا لعذر، فصاحب العذر مسموح له بالتأخير إلى وقت الضرورة أو إلى وقت التضييق. وإلى قرف ندم ذي وخرطة ظلثيس ألا مذ الوقت الضرورة، فهيد نستفهم ذاش وقت الضرورة. مثلا الطهور كذ العصر، الطهور يسال وقثيس، العصر يسال وقثيس، وقت الضرورة يشركيثن، يعني مما زال القدار شحال من 5 ركعات قبل ذي الدن المغرب، القدار من 5 ركعات. القاضي عبد الوهاب يفكر التفاصيل دقيقة فلنركز، القدار من 5 ركعات، أي غير 5 ركعات طبيعي. الطهور كذ العصر الشركي ثنت الوقت الضروري، طهور سال وقفيس، العصر سال وقفيس، إما نوري الزلة طهور العصر. ثورة مثلا غورنغ تظلي ثن المغرب مثلا في 7 غير 5 تظلي ثن المغرب. طيب من يجي الوقت الضروري ما إلا يقيم د القدار من 5 ركعات، أي 5 ركعات معنتها 4 ركعات نطهر أرنو يس يوث من العصر ما إلا يستفيث قبل ذي رفض الأذان أدنيني فلان صلى الظهر والعصر، أي صلى الظهرين في الوقت الضروري، أدرك الوقت الضروري إلى حقيث أدعي وذخ خطر ذي الشرع في قسر الرحمن ربي يون ميلا إلى حقيث من الركعة قبل ذي فث الوقت الضروري سلفضل ربي سر الرحمنس يتوحسب باللي ظلت ذي الوقت، وقت أداء لا وقت قضاء. مثلا تظلت من المغرب 7 غير 5 نتسى يشمد 7 غير 8 يزول طهور 4 ركعات يسلم يكر يفضل تظلت العصر الزول يوثن الركعة بسجدتيها تكتمل الركعة، تكتمل الركعة بسجدتين. من بعد رفع أذان المغرب أدنيني واجي يزول الطهور ذي العصر ذي الوقت الضروري. طبعا ذكرنا ونؤكد لا يجوز تأخير الصلاة الوقت الضروري إلا لعذر، وين السعان لعذر نمس فهم ثورة إفكي يغد إناد المصنف فأما أوقات الضرورة والتضييق إفكي يغد أمثلة فهي للحائض تطهر ثمطث إلا نس العادة زديث ذي الوقت ني تطهر أتفضل تظلي أتظل ذا الضرورة فقسي من استهرى ذي الوقت الني الضروري أتزاد الوقت الني لها عذرها، عذر التأخير واضح. والمغلوب يفيق هذه المثل مغنى عليه، هذه ليون يصرع يغلي أريز لطهر العصر ما يكرد يفيد سي الإغماء ينس القدار من 5 ركعات
أمشي راي الظال هذه الظال الطهور أكو ذركع العصر إما إلا قدر والمسألة تقديرية إولا بلي قيمس قسنا ربع ركعات أطار ذي الظال طول ذي الظال العصر يصلي العصر والظهر سقطت عنه ولا يقضيها ما إلا الصرع سي الوقت نطهور شرط خاطر ما إلا فرط طهور يستوفى يولي الظل ويبغى غادي الظل المقرب العصر نافع يصرع صافي ما إلا إذا استفاق قبل المغرب لوقت يكفي لأداء أربع ركعات يصلي العصر وسقط عنه الظهر والمغلوب يفيق والصبي يبلغ يعني يجري عليه القلم أقول ذا مشطوح مشطوح وأنه يتسوح سفارة لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم ولكن ما إلا يبض سن البلوغ ذي الوقت الضروري يجري عليه القلم باش انظر في الظليف ماشي ذا ساعة زاليس عماد الدين أي غرثولة ما ينوري الظلالة يفرط لم يبو 30 سنة 40 سنة 50 سنة ألا نوي 70 سنة الفتوى إلى قد يغرمث الظليفيس أخطر ذي نسلم يقر لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن نريد الظلالة يتسوالس ذي الظليف ما ريفذو تظليف إلى قد يغرم العوام عدام أين ميزمر بشو الصزير في ماليس وذا ما تشيمك في ذا غرام إلى قد يغرم يوميا ذي الظيف اللاس إزمر ذي غرم يونواس إزمر يومين إزمر ثلاث أيام ممكن الإنسان يقضي ما عليه من الصلوات الفوائد فائتات بقدر الإمكان بالطرق المعروفة إمام كل صلاة حاضرة يصلي بعدها صلاة فائتة باش في النهار صلى قضى غرم نهار واحد يا إما في أي وقت يعني يبدأ يصلي إما يبدأ الصبح الفريضة الظهر العصر المغرب العشاء أو يبدأ الظهر العصر المغرب العشاء الصبح صيغتان جائزتان والكافر يسلم هذه اليوم دا كافري من بعد يكشم الإسلام أكن كان يكشم الإسلام ذمته تشغل بالصلاة تجري عليه أحكام الإسلام شيء طبيعي اليوم دا كافري يشمد الإسلام يشهد لا إله إلا محمد رسول الله مباشرة في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس بعد التوحيد لا إله إلا محمد رسول الله فصليت والناس يذكر والنسيان ثاثوث يتسون انتظلت يتسون الطهور العصر أمشي ريخذ من الميد يمشي هذا يصال طيب يمشي في الوقت الضروري أثنت الظل ولكن دقيقة في واحد التفصيل مهم أولا النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه يوليتسو لا حرج عليه ساثوث معفو عنه ما إلا مسيد مشتا يقيم قدر أربع ركعات قبل المغرب ذا شاري يخدم يصلي العصر فهي مسألة مهمة يونوري الظل لا طول العصر يتسوثنت المي مازال القدار من أربع ركعات المغرب إمشتاد أهل ترى أذي غرم الطهور ذي العصر النغ أذي روح أذي الظل العصر السؤال متروح لكم تفضل ممتاز يصلي العصر
في وقتها الضروري يدرك صلاة العصر، ثم خطر وقتها ويقضي صلاة الظهر. أحكام وقي نسيان وحدس لا تسقط، مش كما المغمى عليه، المغمى عليه تسقط بشرط أغمي عليه في وقت الظهر، ولكن ذاك طهور العصر خاطي يتسوثنت يتسوثنت يقيم القدر أربع ركعات يصلي سيدرك صلاة العصر كاملة والظهر يقضيها قضاءً.